السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. محاضرة اليوم هي Lecture 5، واللي تعتبر آخر محاضرة ضمن محاضرات الدايجنوستيك ريكورد. طلبتنا الأعزاء، ضمن هاي المحاضرة راح نعرف شلون ناخذ صور لمريض التقويم بيا هيئة، شلون يقعد المريض احنا وناخذ له صور، شنو هن عدد الصور اللي ناخذ اللي هي اكسترا اورالي وانترا اورالي. ايضا ضمن هاي المحاضرة راح ندرس اخر نوع من انواع الاشعة اللي هي السي بي سي تي. احنا خضنا اللاترال سيفالو، خضنا الاو بي جي وشرحنا عليها. اليوم راح ناخذ أشعة جدا مهمة ويستخدمها طبيب التقويم هواية لأغراض معينة راح نتعرف عليها، يطلقون عليها اسم سي بي سي تي. أيضا موضوع مهم ضمن هاي المحاضرة راح ناخذه هو شلون نحدد عمر المريض، لأنه احنا بالمرحلة الرابعة إذا تتذكرون خضنا إنه اكو كرونولوجيك ايج نقدر نحدد بيه عمر المريض، لكن في بعض الأحيان إذا مو أغلب الأحيان الكرونولوجيك ايج ما راح يكون كافي على مود أحدد عمر المريض، هل هو ضمن فترة النمو، هل هو قبل فترة النمو، هل هو بالماكسيموم جروث بيريد وهكذا. وعلى أساس عمر المريض راح شنو راح نحدد إحنا نوعية العلاج. الكرونولوجيك ايج احنا ماخذي، ايضا الدنتال ايج اللي ذكرناه بالمحاضرة السابقة وقلنا انه لازم نراجعه ونراجع الموضوع مالته بالمرحلة الرابعة لانه مهم. اكو بعد طريقة هي الهاند ريست، ياخذون اشعة للايد. اكو مثل ما موضح هنا السيرفايكال فيرتبرا يستفادون من عدها. وافضل طريقة هي اللي اعرف من خلالها عمر المريض هو اخذ له لاترال سيفالو اثنين مو وحدة، الفرق بيناتهم لازم يكون 6 اشهر. The diagnostic AIDS has been categorized into essential and supplemental diagnostic AIDS. الدايجنوستيك ايدز اللي خضناها احنا سابقا مع اللي راح ناخذها هاي اليوم ذني هواية عددهن والمعلومات اللي بيهن هواية، واكو انواع خاصة لحالات خاصة، فلازم ذني اقسمهن الى essential اساسيات ممكن استخدامهن لكل مريض، وسبليمنتال اضافيات نستخدمهن لحالات معينة. Essential diagnostic aids include case history، الcase history الطبيعية مالتنا، clinical examination اللي تعلمناه بمحاضرة clinical examination، study model الكاست upper and lower، certain radiograph lateral cephalo OPG and CBCT اللي راح اخذها بهاي المحاضرة ان شاء الله، and facial and intraoral photograph. facial بمعنى extraoral photograph والintraoral photograph. نجي هسه الى supplemental الاضافية اللي احتاجها بحالات معينة. these include specialized radiograph، نوع خاص من الراديوغراف مثلا hand wrist radiograph. بهاي الطريقة ياخذون اشعة لعظام الايد، يقارنوها اكو تشارت اكو جدول موجود باشكال والوان العظام مات الايد واعمار المريض. لما اجي اني اخذ للمريض مالتي اللي ما اعرف عمره شقد، يعني عمره اللي من خلاله اعرف النمو، فاخذ صورة الايد اعرضها على هذا التشارت، اعرف بالضبط المريض شقد عمره وشقد هو بيا مرحلة واصل بالجروث. هاي الطريقة اللغت، واجتي اكو طريقة احدث من عدها انه يشوفون الفيرتبرا مات الرقبة، الفقرات مات الرقبة، لانه ما تكلف المريض اشعة اضافية، هي نفس اللاترال سيفالو اقدر اشوف بيها. الكترومايوغرافي في الطريقة
قياس من خلالها تؤسس مصل اكتيفيتي اللي من خلالها اشوف فعالية العضلات. ليش؟ شنو فائدة اشوف الفعالية مات عضلات الوجه مثلا الماسيتر مصل مثلا التمبوراليس مصل؟ اذا تذكرون بموضوع المال اوكلوجين اللي اخذناه بالمراحل يعني المرحلة السابقة بالرابع بمحاضرات مختلفة، قلنا المال اوكلوجين من اسبابه ممكن يكون سكيليتال سوفت تشو ودنتال. واحدة من السوفت تشو هي المصل اوف ماستيكيشن اللي من الممكن يكون شديدات قويات بحيث يمنع عن الماكسيلا من انه يتوسع، راح يكون عندي كروس بايت. فاني اذا لاحظت انه الماكسيلا صغير والعضلات ضاغطه احتاج الالكترومايوغرافي كطريقه لمعرفه القوه مات العضله. بالعكس هم ممكن العضله تكون ضعيفه جدا مو قويه بحيث تسبب لي انواع من المال اوكلوجين واني هتش واصل مرحله بحيث اعرف اريد اسوي تيست على مود اعرف قوه العضلات. اندوكراين تيست الغدد الصماء اسوي لها اختبار، والاستيميشن اوف بيزل ميتابوليك ريت. لاني انا شغلتين يعني صراحه مثلا سالفه الاندوكراين والميتابوليزم ريت مات المريض لاني انا احولهن على الاخصائي، ما اتدخل بهذا الموضوع لانه يعني مو اني ابو القرار، يعني انا شئت ام ابيت حتى اذا اني اسوي للمريض واني اعرف بهاي الامور وعندي خبره فالقرار النهائي يرجع الى صاحب الاختصاص، فيفضل انه نحولها للفيزيشن طبيب الباطنيه طبيب التغذيه ما اعرف الاخصائيين الغدد الصماء وهكذا. اكو اخصائيين لكل شيء احولهم اخذ رايه يفضل، وهاي تعتبر هم في الدوكيومنت احتفظ بيها على مود على اساسها خاف باشر عقبه تصير عندي مشكله. اخر شيء من السبليمنتال دايجنوستيك ايدز هو الاوكلوزوغرامز، هي في الطريقه دخلوا الكاستات الاعتياديه مالتنا ضمن برنامج ديجيتال بحيث هوايه بيها امور خلوها السالفه ديجيتال. اكو محاضره يشرحون بيها الاوكلوزوغرام على اليوتيوب، مجرد تكون كلمه اوكلوزوغرام راح يطلع في الشخص متمكن بهذا الموضوع يشرح لكم فوائد هذا الشيء بتقويم الاسنان. هسه اذا نريد نشوف اللي ذكرناه سابقا كسبليمنتال دايجنوستيك ايدز، عندنا الالكترومايوغرافي اللي من خلاله اشوف فعاليه العضلات هو هاي الطريقه. عندنا الاندوكراين تيست في الطريقه يعرفون منها الاندوكراين البروتين والكربوهيدرات والليبيدز. عندنا الاوكلوزوغرام، هاي صوره انا خذتها من الموضوع الاستاذ اللي يشرح على اليوتيوب، هاي الصوره موجوده عنده شلون الكاست يدخلوه ضمن برنامج ويقعدون يقيسون حجم الارش حجم الاسنان ويستنتجون من عنده استنتاجات جدا مفيده صراحه. انا كلش تحمست لموضوع الاوكلوزوغرام، ان شاء الله راح اتعلم عليه اكثر واستفاد من عنده على مود مراجعيني. نبدي بالجزء الاول من هاي المحاضره واللي سولفنا على الفيشيال فوتوغرافس الصور بمختصر مفيد، واختصر لك اياها من البدايه. الفوتوغراف نوعيتين، اكسترا اورال وانترا اورال. اذا انتم قارين محاضره الكلينيكال اكزامينيشن على محاضرتي تتذكرون موضوع قلنا بيه انه لما اجي اسوي كلينيكال اكزامينيشن للوجه لازم اقسمه على 3 اقسام، ماكرو استاتيك ميني استاتيك ومايكرو استاتيك. لما اسوي الكلينيكال اكزامينيشن لما اخذ الصور، هذا بالنسبه لي انا ايضا اقسم الصور الى 3 اقسام، ماكرو وميني ومايكرو. الماكرو راح اخذ بيها الوجه من الامام والبروفايل عم تطلع المعلومات من عندها، والميني راح اخذ بيها الريليشن شيب مات السوفت تشو المحيطه بالماوث وعلاقتها مع الاسنان. مثلا السمايل لاين شنو شكله، السمايل ارك شنو شكله، البكل كوريدور شنو شكله وهكذا. بعده اخذ المايكرو، اخذ علاقه الاسنان مع بعضها البعض، ممكن اخذ وحده صوره من الامام
أباوع جوانب الأسنان أثناء الأوكلوجن، أثناء السنتريك أوكلوجن، على مود أشوف المولر ريليشن شيب، الكناين ريليشن شيب، وأيضا ممكن آخذ إذا كان عندي امباكتد كناين. وبعد الأمور راح أسولف لكم إياها بعد شوية، للماكزيلا واحدة صورة وللماندبل واحدة صورة بمساعدة ميرر خاصة بهذا الشيء. يقول الفيشل فوتوغرافس مثل ما مذكور هنا، يقول هي فتشيك جدا لطيف. السبب شنو؟ السبب انه سهلة التخزين، ما تاخذ مساحة كبيرة، وبيها فائدة وتعطيني معلومات كلش هواي. لكن اتذكر انه ترى هي 2 دايمنشن الصورة فور 3 دايمنشن سبجكت. نبدي اول نوع بالاكسترا اورال فوتوغراف. الشغلات المهمة should be taken before starting a treatment and after finishing a treatment، يعني pre and post treatment لازم اخذهن. الصور شلون راح تكون؟ لازم تكون بالناتشورال هيد بوزيشن، بمعنى المريض مو نايم على السدية، عفوا على تشير وتاخذ، لا لازم يقعد على كرسي وظهره عدل ويباوع لمسافة للحائط، بأكو مثلا صورة على الحائط أو يباوع لك أنت بمسافة معينة، بحيث يكون بهذا الشكل يصحوا له بالستاندرد أو الناتشورال هيد بوزيشن. لازم الخلفية ما بيها شادو، أما بيضة أو جوزي أو سودة، لكن ما تطفى شادو، ما تعكس الضوء. إذا نات المريض لازم تكون ظاهرة، the ear should be exposed. شوية هاي عندنا صعبة، إذا فيميل نقدر نتغاضى عنها. الغرض من انه تطلع اذانات المريض فور اورينتيشن، على مود تعرف الناتشورال هيد بوزيشن. ايضا لازم المريض ما يلبس نظارات، واذا كان يلبس نظارات ينزعحن. يبقى الديستنس اند الماجنيفيكيشن، مات التصوير شود بي ستاندرايزد، اكو فد قياسات معينه لبعد الكاميرا وش قد انت تقرب، لازم نلتزم بيهن. Uses of extraoral photographs. هسه لازم نعرف الفوائد واستخدامات الـ extraoral photograph، وأيضا راح نذكر الـ uses of intraoral photograph، يعني لطيفات حلوات سهلات الحفظ. أول نقطة بالنسبة للـ extraoral photograph، evaluation a craniofacial relationship، أجزاء الماكزيلا علاقتها مع الماندبل، علاقة الماندبل مع الكرانيال، الفرونتال بون شكله، حجم العين مثل ما أخذناه بالكلينيكال examination إذا تتذكرون، and the proportions before and after treatment. هذا موضوع مذكور. legal point of view، فد مستند احتفظ به، شوف سنونك شلون كانت قبل، شوف سنونك أنا سويت وشون عدلتهم. assessment of soft tissue profile، اشوف السوفت تشو convex concave straight، nasolabial angle اشوفها، mentolabial sulcus اشوفها، chin throat angle اشوفها، وهكذا. proportional facial analysis، اقدر احلل الوجه سواء كان بروفايل او سواء كان frontal view. monitoring of treatment progress، اذا كان انا عندي الحالة اريد انشرها، الحالة اريد اسوي عليها دراسة، بذاك الوقت اني اقدر اخذ كل جلسة، اقدر اخذ صورة للمريض، او كل جلستين، او كل عمل مهم اقدر اخذ صورة للمريض على مود انشرها بالمستقبل. يعني هم ايضا استخدمها for longitudinal study and post retention follow up، اذا عندي دراسة مثلا. البعض يجيبون يقولون اريد نعالج فد 20 حالة كلاس 2، واذا سوي عليهم longitudinal study دراسة ممكن تفيد غيرنا بتحديد خطط العلاج مثلا. detection and recording muscle imbalances، بصراحة ما افتهمت شنو هاي، يعني شلون اعرف المصل امبالانس، يعني قصده الاسيمتري مات الفيس، ما اعرف شنو قصده، لكن اني ممكن اقول وكأنه اسيمتري، مثلا هاي العضلة هنا منتفخة، هاي العضلة هنا عدلة. and identifying patient، صراحة اني بالعيادة ما اتذكر اسماء المراجعين، لانه عدد المراجعين لطبيب التقويم يكون هواي، اعمارهم متقاربة، ممكن مشاكلهم تكون متشابهة، مثلا
هل قد عدد كلاس 2، هل قد عدد كلاس 3، كلاس 2 ديفيجن 2. فلازم احتاج الصوره على مود اعرف المريض هذا وحالته شنو. هسه هذا الموضوع مهم، شنو عدد الصور اللي اني احتاجها؟ It is recommended، عدد الصور extra oral ايش قد احتاج؟ It is recommended that at least 3 extra oral photograph be taken for all patients. شنو ذن الصور؟ Frontal, facial with lip relaxed، مثل هاي الصورة. Facial profile with lip relaxed، مثل هاي الصورة. 3/4 view smiling او lip relaxed، هم مو مشكلة، يعني جانبي تباوع للمريض، او frontal view with a smile. اني بالنسبة لي للمريض اخذ له frontal without a smile، frontal with a smile and profile، لاني اني اقدر استفاد من عدهم. مثل ما قلت لكم اني قلت لكم بعض الاحيان اذا بالنسبة لي اني اقسم الحالة الى ماكرو ميني ومايكرو، هنا هذا يقصد بيها الميني، هاي المقطع من الكلام. Or facial photograph could involve more view to have record tooth lip relationship. شنو هي tooth lip relationship؟ هي الميني استاتيك، من خلالها اعرف السمايل لاين، من خلالها اعرف السمايل ارك، من خلالها اقدر اعرف البوزيشن اوف ابر اند لور ليب، من خلالها اذا ضحك اقدر اعرف هل هو قام سمايل او مو قام سمايل، وحجم البكل كوريدور ايضا اقدر اعرفه، وهذا الشيء مهم ويعطيني هوايه معلومات. فنقدر نضيف هذا السيت من الصور، يعني انت بعد ما تاخذ له extra oral view تقدر تقرب الكاميرا فقط على ابتسامته وتخليه يضحك بالسوشيال سمايل، مو الانجويمنت سمايل، تخليه يضحك بالسوشيال سمايل وتاخذ له صوره على مود تستخرج معلومات الميني استاتيك. ثاني نوع من الصور هو الانترا اورال فوتوغرافس. ايضا هذا هنا الموضوع عايده بانه الانترا اورال فوتوغرافس ما تحتاج مكان للتخزين، ويعني تكون مفيده ولازم ناخذها بري اند بوست. عددها راح يكون 5 مثل ما راح نذكرها بالسلايد الجاي ان شاء الله: فرونتال، جوانب، ماكسيلا ومانتبل. These are used for. أشوف استخدامات الانتراورال فوتوغراف نوعا ما لطيفة، ويعني لازم شوية نفهمها لأنه مهمات. Helpful in explaining and motivating the patient. مثلا المريض عنده crowding وأجي أنا أخذ صورة الأسنان أقول له شوف الكراودينج إيش قاعد يسوي بأسنانك، كالكولاس أكو، جينجيفايتس أكو، كاريز عندك منتشر بكل مكان، هذا الشيء أنت لما تعدل سنونك راح هذا كله يختفي، فأسوي له موتيفيشن تحفيز. They are also used to monitor treatment progress and result، يعني pre and post treatment حالها حالة extra oral. They are also helpful in medico-legal cases. تعتبر فد وثيقة مهمة، لكن الانتراورال شوف عليه من السلطة الضوء. Involving the texture and color of teeth especially pre-operatively. هواي احنا نوقع بهاي المشكلة والصور تنقذنا. المريض اثناء التقويم ما يفرج، واحنا بمعركة دائمة مع المريض يوم كل جلسة. فرج، ما فرج، ضاعت الفرجة، انكسرت الفرجة، خلص المعجون، ما عندي شغف. شوف دولة جماعة ما عندي شغف، روجني التقويم، الصيام ما تخليني أفرج، وهاي إحنا لمدة سنة ونص على هاي القوانة. بعد ما يشيل التقويم طبعا يصير احتمال أكو كاريز، لون أسنانه ممكن يتغير، فأني عندي دوكيومنت ثابتة، مثلا أنا مسجل. أو بعض الأحيان لا، هو عنده مشكلة، مثلا عنده وايت سبوت موجودة على أسنانه قبل، يجي بعد التقويم يقول لك هاي أنت بسببك تراويد، قل لا هاي
قبل التقويم كانت موجودة، فهاي من هاي الناحية تكون مهمة. Assessing and recording health or disease of teeth and soft tissue structure. أو يقول لك مثلا شلون هسه تسوست أسناني، تقول له لا هو التسوس كان موجود. طبعا احنا ذكرته قبل شوية بالتفريج، احنا نكتب بالكيس شيت وراويد المريض، اكتب تم سؤال المريض على مثلا عدد مرات تفريش الأسنان وقد وضح بأنه ما يفرج، وأسجل وأبلغ أبوه ترى ابنك ما قاعد يفرج، راح تسوس أسنانه على مود مثل ما يقولون أخلي ذمتي وما بعدين يجون يأكلون راسه. Study of relationship before immediately following and several years after treatment to improve treatment plan. أيضا لأغراض الدراسة والتشخيص. الانتراورال فوتوغراف العدد مالتها مهم لازم تحفظوه. One frontal photograph in maximum intercuspation يعني بالcentric occlusion هو عاب على أسنان. Two lateral view left and right من خلالها أشوف المولر relationship وأشوف الكناين relationship شون هاي وهاي. Optional خياري يعني اختيارية two occlusal view maxilla and mandible. كملنا الجزء الأول من المحاضرة واللي هو الفوتوغراف، وراح ندخل بالجزء الثاني واللي هو نوعا ما معاد لذاكري بمحاضرات سابقة، هو الراديوغراف. هسه بداية هذا الموضوع راح يحكي لنا على كل الراديوغراف وكأنه احنا ما ماخذين سابق، راح يحكي عموما وبعدين يدخل بموضوع السي بي سي تي اللي هو خاص بموضوع اليوم ومحاضرة اليوم. Any radiograph carry a low but identifiable risk. كل أشعة مهما كانت قليلة فهي تحمل درجة معينة من الريسك. ما أخذها أني هاي كلمة من أخصائي الأشعة يقول بعيد عليكم الشر، التحول الميوتيشن الطفرة تصير بالخلية اللي ممكن تسبب خلية سرطانية ممكن تصير بأي مقدار من الراديشن، فكل راديشن هو خطر ولازم نستخدم الأشعة بطريقة حذرة. So each radiograph must be clinically justified. آخذ أشعة لما أنا أحتاج آخذ أشعة للمريض. A radiograph is only prescribed after a full clinical examination. كل أنواع الراديوغراف لازم تكون بعد ما ناخذ clinical examination. دير بالكم من هاي المعلومة مهمة، يعني بالبداية احنا لازم نسوي clinical examination وإذا احتاجينا معلومات إضافية نسوي كل أنواع الراديوغراف حسب الحاجة لكل وحدة من عندهم. الغرض انه نخليهن بعد الكلينيكال اكزامينيشن to ensure that information cannot be gained by a less invasive method. يقول انه احنا لا نخلي الكلينيكال اكزامينيشن بالبدايه، كون الكلينيكال اكزامينيشن هو ابو المعلومات الغزيره، اذا احتاجنا ناخذ راديوغراف نستخدمها ونخليها هي اول واحده. When considering interceptive or active orthodontic treatment، لما نبلش بأي نوع سواء interceptive orthopedic سواء active or fixed orthodontic، a radiograph may provide additional information on what presence or absence of teeth. هل الأسنان كلها موجودة؟ هل أكو بعض الأسنان تكون مفقودة؟ stage of development of permanent dentition، جذور الأسنان كاملة، جذور الأسنان بعدها ما كاملة، root morphology of teeth، شكل الجذور including root length and any existing root resorption، أو احتمال الجذور طولها كافي أو لا، جذور بها resorption أو حتى بها فد شكل غريب مثلا dilaceration. Presence of ectopic or supernumerary teeth. Ectopic عادة يصير بالكناين. كلمة ectopic eruption معناها التوث ما يسلك المسار الاعتيادي مالته، لا يطلع قبل، يضرب اللاترال مثلا بالنسبة للكناين، يروح باتجاه معاكس، يطلع بغير مكان، هذا سهولة ectopic eruption of teeth. أو supernumerary مثلا الميزودنس
يعتبر سوبر انيوميراري، يسبب لي فد مشكلة كبيرة بالانتيرير تيث والارينجمنت مالتها. Presence of dental disease مثال اكو فد بيري ابيكال باحد الاسنان اقدر ابينه بالاشعه. Relationship of teeth to the skeletal dental bases and their relationship to the cranial base. طبعا اللاترال سيفالو راح تعطيني علاقه الاسنان مع الماكزيلا، مثلا علاقه خلينا نقول الابر تيث مع الماكزيلا، علاقه اللور تيث مع الماندبل، علاقتهم بالكرانيال بيز عن طريق زوايا معينه، علاقتهم مع بعضهم البعض. مثلا اضرب لك مثال الابر 1 تو اس ان، الاي ام بي اي، انتر انسايزال انجل، الويتس، الاس ان اي، الاس ان بي، الاي ام بي، كلها تربط علاقه الاسنان مع العظام. شلون هاي اقدر احددها؟ احددها باستخدام نوع من انواع الاشعه. من هاي الصوره طلاب اذا تشوفون هنا موضوع الاكتوبيك ايربشن شويه اريدكم تهتمون به، يعني لما تسمعون اكتوبيك ايربشن معناها التوث ما طالع ضمن المسار مالته، هذا الكناين المفروض يجي هنا يدق باللاترال وينزل للاسفل، هذا لا عبر على اللاترال وممكن يعبر على السنترال. هذا التوث لما نكتب اكتوبيك ايربشن طلع اوف كناين طلعت لي هاي الصوره، معناها هذا السن اذا طلع مو بمكانه يسهل اكتوبيك ايربشن. اجي اني للارتش اباوع سنترال لاترال فور، الكناين وين؟ شلون اقدر اعرف مكان الكناين؟ لازم اخذ او بي جي، الاو بي جي شوف شلون تبين لي الكناين صاير بي اكتوبيك ايربشن، وحتى اذا عندي سوبر نيوميراري تيث اقدر اعرفه. شوفوا هاي الاو بي جي شلون مبينت لي هذا الاي موجود، الفايف بعده قاعد يطلع، الفوق الفايف هذا الفوق بعده جذره ما كامل، وهكذا. هاي معلومات ما اقدر اعرفها بالكلينيكال اكزامينيشن، لازم اخذ اشعه على مود اقدر اعرف هاي المعلومات المفيده الي بالعلاج مالتي. هسه راح يبدي يعدد لنا انواع الاشعات. بالبدايه الاو بي جي اند سيفالومتريك راديوغراف، اللاترال سيفالو ذنيخو احنا ماخذين مسبقا ومسلطين عليهن الضوء وشارحين بشكل كاملا مكملا. ثاني اشعه هي البري ابيكال راديوغراف. البري ابيكال هاي الاعتياديه اللي تاخذوها انتم بالعيادات مالتكم. قبل ما يخترعون الاو بي جي كانوا يحتاجون يطلعون كل الاسنان كل الارش، فكانوا يحتاجون 10 اشعات بري ابيكال على مود يطلعون كل الاسنان يعني المكونات المحيطه بها. وهذا الشيء يعتبر اولا كميه الراديشن راح تكون هوايه والمريض روحه تطلع من كثر ما كل ساعه ياخذوا الاشعه واثبتوا وخذوا الاشعه وهكذا. بعد اجت الاو بي جي عوضت عن البري ابيكال اللي اخذها للفول ارش، لكن مو معناها البري ابيكال ما احتاجها، البري ابيكال احتاجها. They are still، هاي المعلومه مهمه، They are still ideal for detection of anomalies related to change in size, shape and contact or content of the tooth structure. tooth واحد يعني ممكن ما قايل teeth، tooth واحد، اما اشوف حجمه اشوف شكله اشوف مكوناته هو وحده او اللامينه ديورا المحيطه به او البري ابيكال ريجون ما تكون واضحه ومبينه. هذا استخدام البري ابيكال اللي هو لحد الان يمثل ايديال ومرغوب. The advantage of periapical radiograph ذن طلاب ذن مهمات نحفظهن. Low radiation dose إذا كانت أشعة وحدة مو درزن أشعة للآرش كله. Excellent clarity of teeth and their supporting structure، حقيقة إنه البريابيكال راديوغراف تطلع واضحة الأسنان بيها، إذا عايد أركز على سن وأشوف مشكلة هذا السن يطلع لي واضح جدا. Possibility of obtaining localized view of area of interest، يعني أقدر من خلال البريابيكال أركز على شغلة معينة. هسه يجي السؤال شو وقت أني أعرف أنه أني أحتاج البريابيكال؟ ضمن الكلينيكال examination
واحدة من النقاط كانت هل أنت مضروب على أسنانك أو حلقك مسبقا؟ إذا كان جواب المريض إي أني وقعت على السنترال إنسايزر مالتي، آخذ أو بي جي طلعت لي كل الأسنان وما بينت لي السن اللي هو واقع عليه بطفولته، أحتاج آخذ بري أبيكال كون هاي النقطة possibility of obtaining localized view of area of interest على مود أبين هذا السن، أشوف شكل الروت resorption بي بري أبيكال بي وغيرها من المعلومات اللي أقدر أسحبها من البري أبيكال بهاي الحالة. ممكن طلاب تنسألون على ال disadvantage of a periapical x-ray، وهذا مهم. أولا شوفوا لي هاي الصورة الجوة اللي موجودة بهاي الطريقة، يدزلك أبو الأشعة ال full denture upper and lower بشكل periapical، مجموعة أسنان مجموعة أسنان مع بعضها البعض. شنو ال disadvantage لما يكون عندي عدد هواي من الأشعة 10 وفوق؟ معناها أول مشكلة increase radiation، مقدار الإشعاع يكون عالي. اثنين، إذا كان المريض not cooperative مو متعاون أو ما يحب إنه يخلي الفيلم لأكثر من مرة بحلقة على مود آخذ له هاي كمية الأشعة الموجودة، فهنا أنا ما أقدر أحقق الغاية مالتي وآخذ الأشعة، فتعتبر disadvantage، معناها مو مريحة للمريض، لأنه راح يصير بها repeated placement of film in the desired manner in his or her mouth. النقطة الثالثة، لما طلعت لي الـ OPG وهي كانت أفضل بأشعة واحدة راح أطلع كل الفك، قل استخدام الـ periapical بهاي الطريقة. ثالث أشعة عندنا هي الباي توينج راديوغراف، ومر عليكم وانتم ماخذيها بالأشعة شلون ذن الصور اللي موجودات هنا يمها. الباي توينج أيضا قل استخدامها، they are rarely used but are ideal. وين ideal؟ مهم أحفظ، ideal for detection of interproximal area, assessment of existing restoration and study interdental bone height. ثلاث امور اماكن، اما اشوف اذا اكو كاريز interproximally او الامور طبيعيه، اشوف وضع الحشوه بيها overhang لو ما بيها overhang، واشوف مقدار العظم ما بين الاسنان، مثلا هل المريض عنده مثل هذا عنده bone resorption عنده pocket او لا. اذا كان البون resorption عالي عنده والاو بي جي مو كلش وضحت لي اياها والبايتون وضحت لي اياها، احتمال ما اشتغل له، اعوف اقول له انت العظم مالتك المحيط باسنانك ما يتحمل اشتغل لك تقويم اسنان. النوع الرابع هو الاوكلوزال راديوغراف، شوفوا هاي الصوره هنا قاعد ياخذون للمريض اوكلوزال راديوغراف، الفيلم مالتها كبير يختلف مو مثل الفيلم مالت البري ابيكال، بحيث يطلع لك كل الاسنان مات الماكزيلا والمانتبل. اغلب الاحيان اللي يطلعن واضحات هن الاسنان الاماميه. هذا النوع من الاشعه يستخدموه اذا المريض ما يقدر يفتح حلقه بالبري ابيكال وما يقدر يحددون مضبوط الزاويه، فياخذوها لان طريقتها اسهل. استفاد من عندها اذا اريد اعرف البوزيشن اوف root abysses مات الانتيرير سيجمنت بالماكزيلا والماندبل لابيورينجوالي، هذا اول استخدام له. ايضا من استخداماتها اذا كان عندي impacted canine بالماكزيلا او ميزودنس ما بين الاسنان او عندي كليفت لبو باليت، اذا الاوكلوزال راديوغراف لها هواي استخدامات لازم احفظها. اولا اذا ما اقدر اخذ بري ابيكال المريض ما يفتح حلقه. اثنين اذا اريد اشوف مواقع نهايات الجذور لابيولينجوالي للاسنان الاماميه للماكزيلا والماندبل، عندي امباكتد كراين. ثلاثه عندي سوبر نيومراري توث بالميد لاين الميزودنس. اربعه او بحالات الكليف كليب اند باليت. شيء طلاب مذكور هنا فقط اريد اوضح لكم، هاي يقول
the presence of midline supernumerary teeth and canine position either alone occlusal or in combination with additional view using a parallax. Parallax حسب اللي فهمت اني هي فالطريقة تبين لك مثلا عندنا هذا السنة تاخذ لأول شيء occlusal view وتريد تقيمه مضبوط تاخذ له بعد اشعه من زاويه اخرى يصيحوا له باراليكس. الباراليكس معناها اكو زاويه اخرى تاخذها لنفس السن فتطلع عندك زاويتين تقدر تقيم وضعيه السن من خلالها. النوع الخامس هو الهاند ريست اند سيفالومتريك راديوغراف فور سكيليتال ماتوريتي. احنا من المهم ان كاطباء تقويم نعرف المرحلة الجروث اللي المريض موجود بيها. هل المريض مثل ما ذكرنا بمحاضرات المرحلة الرابعة، هل هو ضمن مرحلة الماكسيموم جروث بيريد، هل هو قبل مرحلة الماكسيموم جروث بيريد، او هو ادلت بعد ماكو جروث؟ شنو هذا مهم؟ اي نعم مهم. على اساس هذا الشيء وعلى اساس التحديد الصحيح للمرحلة المريض اللي يكون بها من الجروث والماتوريشن، راح على اساسه انا اسجل التريتمنت بلان مالتي واحقق افضل ريزلت. من الطرق على مود نختصر لكم الموضوع، من الطرق المهمه على مود اعرف هذا الشيء هو الهاند ريست اكس راي. اخذ للمريض الكف المريض، اخذ الكف المريض اشعه، هاي الاشعه راح تظهر بها عظام الايد. عظام الايد راح يكون به النسبه من الاوسيفيكيشن بحيث اللون مالتهن او الشكل مالتهن اقارنه مع تشارت عندي موجود بشون اندرويز. اسوي اختبار على 120 مريض، هنا هم مسوين تشارت على مراجعين هواية، ومن خلال الشكل ومن خلال الاوسيفيكيشن مالت العظام اعرف ان المريض مالتي هل هو بعده قبل مرحلة الماكسيموم جروث بيريد، هل هو ضمن ماكسيموم جروث بيريد، هل هو ادلت بعد جروث ما عنده. هاي طريقه، هاي الطريقه عوضوها لان الهاند والرست يحتاج ياخذون اشعه اضافيه للايد المريض، فقالوا ليش ما احنا نستخدم اللاترال سيفالو نفسها اللي انت تاخذها وتطلع من عندها الزوايا وتشوف مكان الماكزيلا وتشوف مكان الماندبل مقارنه مع الكرانيوم، ليش ما نشوف فد فيتشرز بيها تعطيني نفس المواصفات مات الهاندرس. لقوا انه الفيرتبرا السيرفايكال فيرتبرا ايضا شكلهن يختلف بنمو اثناء النمو والاوسيفيكيشن مالتهن يختلف اثناء النمو، فمن الفيرتبرا السيرفايكال فيرتبرا اقدر اعرف الماتوريشن ستيتس اوف ذا بيشنت واحدده بالضبط. The level of maturity attained and the amount of growth potential remaining is an important consideration while treating malocclusion. على مود أعالج المالocclusion لازم أني أخمن attained level of maturity، أخمن مستوى الماتوريتي عند المريض وش قد عنده بعد potential growth remaining، إيش قد عنده بعد مخزون من النمو على مود ينمو بعد أكثر. وهاي اخطر شيء بحالات الكلاس 3 مانديبولار بروتروجن، ذولا يجيك بعمر ال 16 اسنانه مثلا خلينا نقول اما ريفيرس اوفر جت كلش قليل او كسب تو كسب، تعالجها انت تصحح الاوفر جت تحسن كل شيء، واذا اكو ليت مانديبولار جروث ويتقدم الماندبل ويرجع يصير كلاس 3 والشغل مالتك كله راح. The maturational status of the patient has a strong bearing on معرفة أو المستوى الماتوريشن مات المريض إلى تأثير على orthodontic diagnosis، على treatment plan، على outcome of treatment and post-treatment stability. The prepubertal growth spurt is considered to be an advantageous period for certain type of orthodontic treatment such as growth modification procedures using orthopedic and functional appliances. هل البري بيوبرتال جروث سبارت عمر جو الماكسيموم جروث،
هل هاي فترة مهمة؟ اي فترة مهمة جدا، اعالج بيها جماعة الكلاس 3 ماكسيلري ديفيشنسي، عندهم نقص بالماكسيلا من عمر 6 سنوات الى عمر 9 سنوات، هو افضل عمر لعلاج الكلاس 3 ماكسيلري ديفيشنسي. استخدم لهم الفيس ماسك اورثوبيديك ابلاينس، وابدي اقدم الماكسيلا ويعطيني فد ريزلت جدا عالي خلال اول 6 اشهر. المريض اللي عنده ماكسيلا ريبروتروجن واريد ارجع الماكسيلا، ايضا هذا العمر والماكسيمم جروث بيريد راح يكون عمر جيد انه هو عالج هذا المريض. وكذلك اذا مريض عنده مانديبولار ديفيشنسي، هاي الاعمار تكون ملائمه، يعني ضمن عمر الماكسيمم جروث بيريد يكون ملائم لانه اقدم الماندبل. لكن في حاله انه الماندبل كلاس 3 مانديبولار بروتروجن، بهذا راح تنعكس السالفه. while orthognathic surgery، لان ذول المرضى اللي عندهم الماندبل كلش يتقدم، ذول يحتاجون جراحه، على مود اسوي لهم جراحه لازم اكو سيسيشن اوف جروث، اللي النمو جدا متوقف، تماما متوقف، يلا اقدر اشتغل لهم. خضنا مصطلح كرونولوجيك ايج بالمرحلة الرابعة، وهو العمر الزمني لكل شخص من عندنا من اول ما اجى للدنيا وفتح عينه لحد هذا الوقت، يصيحوا له كرونولوجيك ايج. وذكرنا انه الكرونولوجيك ايج هو مو دقيق على مود اعرف الماتوريشنال ستيتس اوف ذا بيشنتس او الجروث ليفل مات المريض. اكو طرق اخرى لمعرفة هذا الشيء. كون الكرونولوجيك ايج يتاثر بالوقت، بالتايمينج، يتاثر بالديوريشن اند فيلوسيتي اوف جروث، سرعه النمو. تلقى الفيميل الجروث مالتهم اسرع من الميل، فيميل وميل بعمر 12 سنه تلقى الفيميلز اولا طول اكثر، ممكن انتباهها اكثر، تحسها اكثر بالغه من الولد اللي تحسه بعده طفل. هذا كميل وفيميل. ايضا بالصف الواحد بالابتدائيه راح تلقى الجروث بيناتهم جدا مختلف، ممكن اختلافه سنه، ممكن اختلافه سنتين، ممكن اختلافه 3 سنوات. لهذا انا ما اقدر اعتمد على الكرونولوجيك ايج، لازم اكو طرق اخرى اعتمد عليها، فد باراميترز اخرى، يعني باراميترز يعني طرق قياس اخرى اقدر اعتمد عليها. Maturity indicators have been developed using other parameters such as height gained. أعرف إيش قد راح يكسب طول، وشوفون بالأفلام الأجنبية والمسلسلات الطفل يوقفوه على عتبة الباب ويشخطون شخط بين فترة وفترة، يشوفون هل هو الطول مالته ضمن الطبيعي أو مو ضمن الطبيعي. Secondary sex changes، الميل والفيميل لما يبدون يصعدهم ماتوريشن اكو فد علامات بالجروث مالتهم، فد فيتشرز معينه تصير عندهم. هاي الفيتشرز لها اوقات ثابته اقدر من خلالها اعرف المريض بيا ليفل بالجروث. دنتال ديفلوبمنت، دنتال ايج، دنتال ايج 6 ودنتال ايج 7 الى حد دنتال ايج 13 14 و15 اللي ذكرناهن بالمرحله الرابعه، مهمات جدا مهمات انه اعرف من خلالهن الجروث ستيتس مات المريض، اعرف الماتوريشنال ليفل مات المريض، اند سكيليتال اوسيفيكيشن اللي هن ذن الصورتين. السكيليتال اوسيفيكيشن اللي هي من خلالهن اعرف اما هاند ريست اكس راي او السيرفايكال فيرتبرا سيفالومتريك اكس راي، اللي اعرف الاوسيفيكيشن مات العظام، الهن اشكال والهن خلينا نقول تراكيز معينه اقدر اقارنهن مع اقرانهن واعرف المريض بيا عمر. تمام. يذكر لنا هنا بما انه احنا كاورثودونتس نتعامل مع التيث والبون، فنقدر نعتبر السكيليتال ايج او البون ايج من افضل طريقه بالنسبه لنا. اكو طريقتين، الهاند ريست راديوغراف، اتوقع المفروض هنا يذكر هاد بين،
يعني هاند ريست راديوغراف هاد بين وايدلي يوز تو اسس سكيليتال ماتشوريتي، كونها حاليا ما اتوقع مستخدمه. مع هذا هي مذكوره هاف، يعني بالحاضر معناها قاعد يستخدموها. الظاهر بعدهم لحد الان يستخدمون طريقه الكف الايد ومقارنته مع شارتات معينه. هاي الطريقه الاولى، او evaluation of cervical vertebra on lateral cephalogram is gaining popularity in the recent year، كونها تغني عن اخذ اشعه اضافيه للمريض. اولا تكلفه، وثاني شغله اعرض المريض لاشعاع هو يقدر يستغني عنه. نبدي بالهاند ريست راديوغراف، اي هاند ريست راديوغراف، مثل هاي الاشعه اللي موجوده هنا هي الهاند ريست راديوغراف. ملخص الموضوع شنو؟ ملخص الموضوع انه الهاند ريست تتكون من 27 سمول بونز، 27 عظم صغيروني، مضافة ذن العظام الصغيرونة مرتبطة بعظمين، ان عظمين الايد الراديوس اند اولنا. ذنش اكو بيناتن العظام الصغار؟ اكو بيناتن 51 سيبريت جروث سنتر. لقوا العلماء انه هاي الفواصل الجروث سنترز اللي موجوده بين هاي العظام، لقوها انه الديفلوبمنت مالتها يكون بوست نيتال جروث بيريد، يعني الديفلوبمنت يكون ضمن هاي الفتره بوست نيتال. فلما الديفلوبمنت مالتها يكون ضمن هاي الفتره والاوسيفيكيشن مالتها يكون ضمن هاي الفتره، اقدر اربط ما بين الاوسيفيكيشن مالت الهاند مع الماتوريشن والجروث مالت الشخص ككل. شلون اقدر اقارن؟ اقارن الاوسيفيكيشن مالت الجروث سنترز الموجوده عندي هنا. مثلا خلينا نفرض هذا رقم 10، رقم 5، اي رقم من ذن الارقام، هذا المكان اقارنه مع ايد موجوده ضمن اطلس اوف ديفلوبمنت اوف هاند اند ريست. اكو كتاب اطلس كامل بصور سيفالو لهاند اند ريست، واقدر اقارن مالتي الايد شكلا واوسيفيكيشن مع الاطلس، واعرف العمر والجروث ليفل والماتوريشنال ليفل دقيقه. العبارة اللي أريدكم تحفظوها هنا: It has been shown that stages of hand wrist development correlate reasonably well with the adolescent spurt in growth of the mandible. لقوا أكو علاقة مع الـ development مع الـ hand مع الـ development والـ growth مع الـ mandible، مو مع الـ maxilla، مالت الـ mandible. العبارة ذكرناها شوية لكن هي مهمة فنعيدها هنا: Development of numerous small bones of hand wrist region occur throughout the entire postnatal growth period. يعني كلها تصير development مالتها بال postnatal growth period and thus provide a useful mean of assessing skeletal maturity correlation. لهذا إلها أهمية كبيرة من خلالها أعرف الماتشوريتي ليفل مات المريض. لكن هل الهاند ريست راديوغرافس والأوسيفيكيشن اللي يصير بيها هل هو بمعزل عن الأمور الأخرى؟ لا، هي correlated to، مرتبطة ب، هذا جدا مهم. الديفلوبمنت مات الهاند ريست مرتبط بالدنتال ديفلوبمنت، يعني بالدنتال ايج، بيك هايد فيلوسيتي الطول اللي راح يطول المريض. فاذا عرفت ممكن اعرف عمر اعرف الديفلوبمنت مات الهاند ريست، اقدر احدد طول المريض اكو بعد بي زياده او ما بي زياده. سيرفايكال فيرتبرا، لهذا السيرفايكال فيرتبرا هي راح تكون البديل الناجح للهاند ريست وتعوض. كرانيال بيز اوتلاين، بمعنى الكرانيال بيز اناتومي، شكل الكرانيال بيز وحجم الكرانيال بيز بعظامها.
السفينويد والإثمويد والأوكسيبيتال راح تتأثر، وممكن أربطها بالهاندرس ديفلوبمنت. وآخر شيء السينكوندروسز الموجودة بين السفينو أوكسيبيتال، سينكوندروسز الموجودة بين ذن العظمين السفينويد والأوكسيبيتال أيضا ممكن ربطها بالهاندرس ديفلوبمنت. Cervical vertebra skeletal maturity indicator، يعني من خلال السيرفايكال فيرتبرا اللي هي الفقرات العنقية اللي ممكن تبين وتكون ظاهرة باللاترال سيفالو، أقدر أعرف الماتشوريتي ليفل مالت المريض. هاي الطريقة بكل بساطة هي طريقة بديلة للهاند ريست راديوغراف. شنو معناها هذا؟ معناها هل انه الهاند ريست راديوغراف هي طريقة مو زينة؟ هل هي مو دقيقة؟ لا، الهاند ريست راديوغراف هي طريقة كونفنشنال تقليدية وتعتبر ستاندرد في معيار ثابت، لكن العيب مالت ومع هذا هي اكيوريت دقيقة، لكن بها عيبين. العيب الاول additional radiation exposure to the patient needs، اكو حاجة انه اعرض المريض الى اشعاع اضافي هو ما يحتاجه، بينما بالسيرفايكال فيرتبرا نفس الاشعة اللي اخذ الهياء على مود اسوي له diagnosis وطلع القياسات والزوايا، نفس اللاترال سيفالو اطلع من عندها السيرفايكال فيرتبرا وارسمهن واشوف شنو الماتشوريتي ليفل مات المريض، فما يحتاج اشعة اضافية. الشغلة الثانية اللي يذكرها بأنه الهاندرست سايت is far from the jaw، والجو هي تمثل المكان اللي أنا أشتغل به، فالهاندرست هي بعيدة عن المكان اللي أنا أشتغل به، عكس الفيرتبرا اللي هي تكون قريبة على المكان اللي أنا أريد أشتغل به وأثبت التقويم على الأسنان. موضوع السيرفايكال فيرتبرا موضوع لطيف، فهمهم جدا سهل، وجماعة السيمينارات اللي انتو حايرين بموضوع، اذا خاصة سيميناراتكم بالأورثو وحايرين بموضوع، اشوف السيرفايكال فيرتبرا جدا موضوع جيد وحلو لكم. بخمس سيفالومتريك مثلا جماعتكم اللي بالعيادة الأورثو اللي ماخذين لاترال سيفالو، اخذ فد خمسة من عندهم واسوي عليهم ال CVM اللي هو السيرفايكال فيرتبرا ماتشوريتي انديكيتر. هذا اللي بالاحمر الجو مهم، كون نحفظه. سيرفايكال فيرتبرا ماتشوريتي انديكيتر يمكن بالمحاضره مكتوب CMV، هي لا CVM المختصر مالته، تحفظون المختصر جدا مهم. شلون هنا بالصوره مبين CVM مختصر سيرفايكال فيرتبرا ماتشوريتي انديكيتر ميثود is increasingly being used in the recent year instead of conventional تقليديه hand rest radiograph method. One of the main reasons for the rising popularity of this method is that cervical vertebra maturation can be assessed on a lateral cephalogram which is used regularly in orthodontic diagnosis, thus precluding the need for additional radio. Precluding يعني تمنع، تنفي الحاجة إلى أخذ أشعة إضافية، واللي هو كان أحد عيوب الهاندرست. عيوب الهاندرست هن اثنين، الأول additional radiation، additional X-ray نحتاج للمريض وتعرض إلى radiation إضافي وإحنا في غنى عنه. المكان الهاندرست يكون بعيد عن الجوز اللي هي أنا راح أقعد أشتغل عليهن، بعكس السيرفايكال فيرتبرا اللي لا تحتاج راديشن إضافي ولا تكون بعيدة، بالعكس هي قريبة على الماكزيلا والماندبل أماكن عمل تقويم الأسنان. هسه طلاب نبدي بأهم موضوع ممكن يكون بهاي المحاضرة ويحتاج من عندكم شوية انتباه إليه على مود تقدرون تفهمون المعلومات الموجودة به. احنا ذكرنا بالسلايد السابق بأنه CVM السيرفايكال فيرتبرا ماتشوريشن انديكيتورز، هاي الطريقة هي خلف للهاند ريست اكس راي. السبب انه هي هاي احدث
وبها مواصفات أخرى تكون أفضل مثل ما ذكرناها بالسلايدات السابقة. هسه هاي الطريقة السي في ام تعتمد عليه من are based on what، تعتمد على نقطتين مهمات ممكن هو هنا نذاكرها بالسلايد على شكل 3 نقاط. أنا أريدكم شوية وياي تنتبهون وتحفظون اللي راح أقوله، ممكن تسجلوه على شكل ملاحظات لأنه راح يفهمكم السي في ام شلون راح يشتغل. هسه السي في ام هاي الطريقة علي من تعتمد؟ تعتمد على المورفولوجيك كاركترستيك فيتشر اوف سي 2 سي 3 اند سي 4. شنو هن السي 2 والسي 3 والسي 4؟ هن السيرفايكال فيرتبرا رقم 2 ورقم 3 ورقم 4. ليش اختارينا ذني ما اختارينا غيرهن؟ كون ذني موئي ظهرا واضحات باللاترال سيفالو. احنا الغرض الاساسي من لما ناخذ لاترال سيفالومتريك اكس راي للمريض هو انه نقيم موقع الماكزيلا بون، الماكزيلاري تيف، المانديبولار بون والمانديبولار تيف مقارنة مع بعضهن البعض، ونقارنهن مع الانتيرير كرينيال بيس ونطلع الزوايا اللي احنا نحتاجها. قدرنا نستفاد من معلومة إضافية أخرى طلعناها من السي 2 والسي 3 والسي 4 كون هاي الفيرتبرات تتغير مع الماتوريشن. اللي راح يتغير بيها هو المورفولوجيك كاركترستيك، مورفولوجيك يعني شكلي، صفاتها الشكلية راح تتغير مع العمر. شنو النقطتين الأساسيات بتغير الشكل؟ أول شيء السي 2 والسي 3 والسي 4 أول نقطة راح تتغير بها هي الكونكافيتي اللي تكون موجودة باللور بوردر اوف سيرفايكال بوديز. هسه راح نطلع أشكالهن، راح نلاحظ انه أشكالها راح يصير بها نوتش، راح يصير بها مثل العقشة بالانفيريور بوردر. يعني لو كانت هاي الفيرتبرا ممكن بعمر معين راح يصير بها مثل النوتش، مثل العقشة، مثل الكونكافيتي اللي تصير بها بالانفيريور بوردر مالتها. وهاي النوتش، هذا الكونكافيتي راح تكون دلالة على عمر معين يمر به المريض. الشغلة الثانية والأهم هو الشيب اوف سي 3 اند سي 4. وركزوا ما قاعد اذكر سي 2 بالشيب، السي 2 نوعا ما راح تحافظ على شكلها، السي 3 والسي 4 راح يتغير شكلهن مع العمر. شنو التغير اللي يصير بالشكل؟ احفظوه. اول شكل هو الترابيزويد شيب. الترابيزويد هو بالضبط ما اعرف شكل غير متساوي الاضلاع يطلقون عليه، اللي هو يكون بهاي الطريقه. البوستيرير بوردر تكون اطول من الانتيرير بوردر، والسوبيرير بوردر يكون بها سلوب. هذا ترابيزويد. يتحول بعد الترابيزويد السي 3 فقط والسي 4 فقط، ذن الثنين يتحول شكلهن من الترابيزويد الى شكل يطلقون عليه ريكتانجولار هوريزنتال، مستطيل لكن يكون هوريزنتال. بعده من الريكتانجولار هوريزنتال يتحول الى سكوير مربع، وبعده يتحول الى vertical او rectangular vertical. هذا التحول اللي بالشكل يكون خاص فقط بالسي 3 والسي 4. وعلى اساس هاي النوتش وعلى اساس هذا التغير اللي يكون بالشكل صارت عندي 6 مراحل، stage 1 stage 2 3 4 5 و 6. ذني طلاب يجن بالامتحان مثلا يقول لك ستيج 1 ايش قد نسبة الجروث المتبقي، pubertal growth is remaining 80 إلى 95%، وتبدي هاي النسبة تقل، تحفظون النسب الى انه بالستيج 6 واللي هو اكثر احتمالية انه يجي، ستيج 6 pubertal growth is complete with no more growth potential remaining، بعد ماكو نمو. يعني اني ضمن الستيج 6 راح اقدر اسوي عملية جراحية للمريض،
اقدر ادز المريض على زراعه يزرع اسنانه، لانه بعد ما كنوا الاورثوغنافيك سيرجري كيسز اقدر ابدي بيها، اللي تحتاج عمليه بعد التقويم اقدر ابدي بيها كون الجروث توقف. ذن الامور اريدكم تحفظوهن لانه مهمات جدا. مثل ما ذكرنا بالسلايد السابق وقلنا الأشكال راح تكون مختلفة، في البداية أراويكم هاي اللاترال سيفالو. باللاترال سيفالو طلاب احنا نشوف علاقة الماكزيلا مع الماندبول مع الانتيرير كرينيال بيز، وعندنا زوايا معينة. شيء إضافي عندنا هي السي 2 والسي 3 والسي 4، فقط الجزء هذا منها البادي مالتها، فقط البادي هذا البادي اذا تلاحظوا، وممكن هاي اللي فوق اذا اخذ البادي مالتها راح يكون بهذا الشكل، واللي اسفل من عدها ايضا راح يكون بهذا الشكل. ذني الثلاثه السي 2 والسي 3 والسي 4 هنا أنا واضحات. شوفوا المراحل CS1 يعني الستيج 1 ستيج 2 ستيج 3 ستيج 4 ستيج 5 اند ستيج 6. اريدكم تنتبهون على الشرح اللي راح اشرحه، ممكن تاخذون لقطة للشاشة لان راح اذكر معلومات ما موجودة بالمحاضرة مع انه هي تكون جدا مهمة. نبدي اول شيء بالاشكال، احنا مو قلنا ذكرنا بانه راح اكو نوتش راح تطلع عندنا بالانفيريور بوردر، نوتش عقشة اللي هي هاي العقشة راح تطلع، والاشكال راح تبدي تتغير. فنقول لكم ببساطة نبدي ويا الستيج 1، اول نقطة اول 3 ستيجز اللي هي ستيج 1 وستيج 2 وستيج 3. الميزة الوحيدة اللي تميز الاختلاف بيناتهن هي ظهور النوتش، ظهور الكونكافيتي بالانفيريور بوردر. هاي راح نقول عليها CS2، هاي CS3، وهاي عفوا هاي C2 C3 وهاي C4، لأنه CS معناها ستيج، C2 C3 وC4. نجي بالCS1 بالستيج 1 ماكو نوتش بكلهم، يعني لا C2 ولا C3 ولا C4 اكو عقشة بالانفيريور بوردر. احنا مو قلنا العقشة والشيب مات C3 وC4، هسه كنوتش كعقشة ما موجودة بيهن ثلاثة. الشيب اوف C3 وC4 يكون ترابيزويد ان شيب. ترابيزويد هو بالضبط مثل الويدج اوف تشيز، مثل قطعة من الجبن راح يكون، تلاحظوا هذا الشكل يكون كلش قريب على هذا الشكل. هسه هذا الترابيزوي الشيب يمتاز بي السي اس 1 والسي اس 2 والسي اس 3، يعني ذن الثلاث مراحل راح يكون نفس الشكل. الشيء الوحيد اللي يفرقهن هي وجود النوتش. بالسي اس 1 ماكو نوتش، بالسي اس 2 فقط رقم 2 راح يكون بها هذا الانخفاض، وبالسي اس 3 رقم 2 ورقم 3 راح يكون بيها هذا الانخفاض، هاي النوتش. ميزت هسه قدرت اميز السي اس 1 السي اس 2 والسي اس 3. السي اس 1 شك النوتش ماكو بيهن ثلاثتهن، وشكل السي 3 والسي 4 ترابيزويد. السي اس 2 شكل السي 3 السي 3 والسي 4 ترابيزويد، ونوتش اكو فقط بالسي 2. بالسي اس 3 اكو نوتش بالسي 2 والسي 3، ويظل شكل السي 3 والسي 4 ترابيزويد ان شيب. عن الشكل بعيد عن الشكل شنو استفاد؟ نجي للسي اس 1 اللي هي اول مرحله. شنو هاي المرحله؟ شنو اللي يميزها؟ شنو اللي اقدر استفاده من هاي المرحله؟ This stage CS1 occur from approximately the time of eruption of deciduous dentition until about 2 years before the peak in the skeletal growth. يعني تبدي من ظهور ال deciduous dentition بعمر 6 سنوات إلى قبل سنتين من الماكسيمم جروث
ركز على العبارة القادمة. The ideal age to intervene with face mask. أفضل عمر لكي أعالج، لكي أتدخل مع الفيس ماسك للحالات اللي بيها كلاس 3 ماكسيلري ديفيشينسي هو CS1. The ideal age to intervene with face mask therapy combined with rapid maxillary expansion. دائما الفيس ماسك، اتمنى انه في يوم يكون عندي وقت اشرح لكم المحاضره اللي بيها الاورثوبيديك ابلاينسز دمج مع الاوقات اللي اقدر استخدمهن. اكو محاضره جدا مهمه هي هاي، توضح لك استخدامات الاورثوبيديك ابلاينسز اقصى استخدام الهن. مثلا الفيس ماسك، افضل استخدام للفيس ماسك لازم يكون combined with expansion of maxillary arch، يعني انت هم تقدم الماكسيلا المتخلف بالنمو وهم توسع الماكسيلا في آن واحد. هذا افضل عمر لهذا الشيء شنو؟ هو CS1 maximum skeletal adaptation occur in the midface region during this stage as the suture are more open. ليش؟ لانه السوتشرز مات الماكسيلا لحد هذا العمر هي تكون open، بعدها مفتوحة فماكو اي مشكلة بيها. نجي للسي اس 2 اللي هو يكون اكو نوتش فقط بيمن بالسي 2 اكو نوتش. سي اس 2 can be considered the get ready stage because the peak interval of mandibular growth should begin within 1 year after this stage. لأنه C3 وبين C3 والC4 راح يكون عندنا الماكسيمم جروث، فترة الماكسيمم جروث. إذا لاحظتوا أكو بعض الصور اللي مخليهم بالمحاضرة أكو كيرف بهذا الشكل صاير، هذا كيرف يمثل الماكسيمم جروث. وين نقطة الماكسيمم جروث؟ تكون بين السي 3 والسي 4، الماكسيمم جروث يكون ضمن هاي الفترة. فالسي 2 السي اس 2 راح تمثل لي سنة عن الماكسيمم جروث، يعني هي فترة الجيت ريدي فور ذا ماكسيمم جروث. CS3 the maximum cranial growth velocity is anticipated، متوقع بالCS3. إلى CS4 أقصى growth راح يكون ضمن هاي الفترة. أقصى growth وين يخدمني؟ يخدمني بحالات الكلاس 2. كلاس 2 mandibular deficiency وأريد أقدم الماندبل باستخدام التوين بلوك أبلاينس. كلاس 2 ماكسيلاري بروتروجن واريد ارجع الماكسيلا بالهيد جير. هاي الاعمار، اعمار الماكسيمم جروث ما بين السي 3 والسي 4 هو افضل عمر لعلاج هاي الحالات. كملنا اول ثلاثه وراح ندخل بالنوع الرابع. السي اس 4 والسي اس 5 والسي اس 6 النوتش بعد ما راح تكون مهمه. السبب انه كلهن راح يكون بيه النوتش. شنو راح يفرق لي بيناتهن؟ هو الشيب اوف سي 3 وسي 4 اللي ذكرناه قبل شويه. راح يكون عندنا بالسي اس 4 الشيب ما ذني الثنين ريكتانجولار هوريزونتال، هنا راح يكون سكويرد، هنا راح يكون فيرتيكال او ريكتانجولار فيرتيكال. شي ذكرنا شكل السي 2 عفوا السي 3 والسي 4 بالسي اس 4 بهذا الستيج؟ يذكرنا كانه بار اوف سوب، مثل الصابونه راح يكون شكلهم مع وجود النوتش موجوده بيهم. هذا العمر شنو فائدته؟ هذا العمر هو نفس السي اس 3، هم اكو ماكسيمم جروث لكنه اقل من الماكسيمم جروث اللي يصير بالسي اس 3. During this stage, continue craniofacial growth can be anticipated but at a lesser rate than CS3.
Placing implant in this stage is contraindicated. ما نقدر نخلي زرعه اذا كان المريض بوقت CS4 وحفظوها. لازم المريض يعبر الماكسيمم جروث بيريد اللي هي تكون ما بين CS3 والCS4 على مود اقدر اخلي له زرعه. CS5 السي3 والC4 يكون شكلهن سكويرد مثل المارشميلو، هاي اللي شايفيها الشيء الاجانب اللي يحطوه يشووه لما يخيمون، وايضا موجود عندنا المارشميلو الاطفال تاكله اللي يذوب بالفم. هذا شكل السي3 والC4 ضمن هذا الستيج يكون شكلهم، والسي اس 6 اللي هو يتوقف النمو بي تماما 100% يكون شكلهم فيرتيكال ريكتانجولار فيرتيكال. احفظوهن بهاي الطريقة، مهمات جدا. من المواضيع المهمة لكن انتو هسه تقدرون تجاوبوها مباشرة بدون ما نقرأ هذا الشيء، هو الادفانتج اوف يوزنج سيرفايكال فيرتبرا ماتوريشن انديكيتر ميثود اوف اسسمنت انكلود ذا فولوينج. شنو الفوائد مالتها؟ ايزي اوف يوز، سهله على طبيب التقويم مباشره انه يحللها لان هو عنده لاترال سيفالو، وكل بساطه خلال اقل الدقيقه يقدر يعرف المريض هو بيا ستيج. النقطة الثانية no need for additional image مثل ما كان الموضوع موجود بالهاند ريست، لأنه هي اللاترال سيفالو أني أخذها لأغراض الدايكنوسيس، وأيضا أقدر أشوف من خلالها الفيرتبرا C2 C3 والC4. patient engagement ممكن توضح هاي الشغلات لأنه كونها بسيطة للفهم يعني سهل أنه نفهمها، فممكن انه نوضحها للمريض بحيث المريض نراوي نقول له شوف انت بهذا العمر تحتاج هاي النوعية من العلاج. تشرح للمريض، تشرح لأبو المريض، أم المريض، الستيج مات الجروث اللي يكون يمر به المريض. ملاحظة جدا مهمة، there are 5 methods used to detect skeletal maturational level. هسه اجمعنا المعلومات من كل المواضيع اللي احنا خذناها سابقا. شلون اعرف المرحلة الجروث اللي يمر بها المريض، مرحلة الماتوريشن اللي يمر بها المريض؟ عندي 5 طرق. الطريقة الأولى هي الكرونولوجيك ايج، العمر الزمني، على الرغم انه العمر الزمني متغير بتغير التايم الوقت، فتلقى الميل والفيميل يختلفون بالماتوريشن ليفل ضمن نفس العمر الزمني، وحتى بالصف الواحد الميل او بالصف الواحد الفيميل اكو اختلاف ما بين الميل. مثلا بالسادس ابتدائي تلقى واحد طوله يختلف عن شخص ثاني تلقاه الطول مالته اقل من الطبيعي. النقطه الثانيه هي الدنتال ايج، وذكرناها بمحاضرات الصف الرابع، جدا مهمه واستفاد من عدها، لانه انا واسوي اكزامينيشن للماوث من عدد الاسنان الموجوده بالفم اقدر اعرف المريض بيا دنتال ايج واربطه مع الماتوريشن. الطريقه الثالثه هي الهاند ريست، الاوسيفيكيشن اوف بون اوف هاند اند ريست، وهاي طريقه هم سهله ومتبعه وستاندرد. اجت اللي بعد هي السي في ام اللي هي عوضناها عن الهاند ريست. الهاند ريست ما كان بها عيب عدا انه تعطينا اديشنال راديشن، واخذ الموقع ما تاخذها يكون بعيد عن العمل مع تقويم الاسنان، هنا ما نحتاج احنا اشعه اضافيه. واخر طريقه واللي هي تعتبر جولد ستاندرد ميثود، انه اخذ تو لاترال سيفالو يكون بيناتهم 6 اشهر على الاقل، واقارن الزوايا مات الماكزيلا ومات الماندبل مع الانتيرير كرينيال بيز، اذا كان اكو تغير معناه اكو نمو، ما كان اكو تغير معناه المريض توقف النمو مالته. ذني هذا السلايد جدا مهم، اتمنى تحفظه. النوع السادس هو 3 dimensional image.
اكو فد عامل مشترك ما بين الانواع السابقه، اللاترال سيفالو، الاو بي جي، البري ابيكال، الاوكلوزال، البايت وينج، انها كلها كانت عباره عن 2 دايمنشنال ايمج فور 3 دايمنشنال ستراكشر. وهذا مو معناه انه هاي الانواع من الاشعه تكون مو قيمه، لا بل هي invaluable for accurate diagnosis and treatment plan، لا تقدر بثمنه. فشي جدا مهم على مود اني احصل الدايجنوزز الصحيح والتريتمنت بلان الصحيح. لكن العلم اتطور على مود اقضي على هذا العيب انه اخذ 2 dimensional image for 3 dimensional structure. ظهرت عندي في شيء اسمه 3 dimensional images اللي هي السي بي سي تي كنوع اول راح ناخذه ان شاء الله، والسكانر الماسح الضوئي واللي هي تعطيني فد greater information for diagnosis treatment plan and also for research. نبدي بالنوع الأول من الـ 3-Dimensional Images وهي الـ Cone Beam Computed Tomography اسمها CBCT. طلاب هاي B مو P، لا تكتبوها P، Cone Beam Computed Tomography. شنو الشغلات اللي تمكنني من عدهن الـ Cone Beam Computed Tomography allowing accurate visualization and analysis of the teeth and jaws in three dimension. تسمح لي برؤية وتحليل الأسنان وعظم الفك العلوي وعظم الفك السفلي three dimension يعني ثلاثي الأبعاد. CBCT can also be very useful for airways analysis. المريض مثلا اللي عندنا اللي يجينا بالتقويم اللي هو mouth breather يتنفس من حلقه، كانت الـ OPG من ممكن خلال الـ OPG أقدر أشوف الـ nasal cavity. هاي لا راح تعطيني analysis كامل للـ airways ضمن شريحة شريحة ضمن مقطع مقطع، أقدر أشوف الـ nasal cavity كله وأقدر أقيم الوضع مالته. Assessment of alveolar bone height and volume prior to implant placement. ايضا اعرف ايش قد عندي عظم من الممكن اقدر اخلي امبلانت فيه. شلون هاي الصوره جماعه الزراعه، اريد اعرف الماكسيلري ساينس هل هي تكون قريبه او بعيده، اريد اعرف النيرف مثلا المانديبولار فور الكنال او تنل هل هو قريب او بعيد عن الاسنان، وهكذا. هاي الامور كلها اقدر احللها اضافه الى المشكلة الأساسية والشغلة المهمة اللي لازم نقيمها قبل ما نشتغل أي مريض تقويم هو temporomandibular joint. فهنا أيضا راح أعطي صورة imaging of temporomandibular joint morphology وتساعدني بالexamination of TMJ. Orthodontic application of cone beam computed tomography. كملاحظة بسيطة ممكن تجيكم بالامتحان، CBCT is a faster, more compact version of a traditional CT. هي نوع أسرع من الأقدم من عدها اللي هي CT with lower dose of radiation. إذا ثلاث صفات بيها، هي more compact version of CT, faster and lower dose of radiation. Through the use of cone-shaped X-ray beam باستخدام beam مات X-ray مو شكله عدل وإنما cone-shaped, the size of scanner, radiation dosage and time needed for scanning are dramatically decreased. حفظوها قل، radiation قل، الـ تكون السايز اوف سكانر قل والتايم نيدد فور سكانينج ايضا قل، وهذا طبعا بمصلحتنا ومصلحه المريض. من الامور الجدا مهمه انه نعرف the three dimensional view produced may be useful in certain orthodontic cases. شنو هي الشغلات او شنو هي الامور والحالات اللي السي بي سي تي تكون مهمه بيها وتعطيني معلومات كافيه. جدا مهمه هاي النقاط الخمسه، اتمنى تحفظوها غيبا لانه تجي بالامتحان. اول نقطه هي accurate location of impacted teeth.
and a more accurate assessment of any associated pathology, particularly resorption of adjacent teeth. احنا هسه عندنا مشكلتين دائما يكونن مرتبطات مع الـ impacted tooth. اولا موقع هذا السن وين صاير، مثلا الكناين لما يصير impaction لازم اعرف انا هذا الكناين وين الموقع مالته، وهذا الشيء مهم بالنسبة لي. هنا أنا راح أقدر أحدد accurate location of impacted tooth. بعض الأحيان هاي الأسنان اللي هي تكون impacted مثلا lower 8 لما يصير بي impaction أو الأبر كناين وهي تكون طاخة بالأسنان المجاورة، راح أسوي لها resorption فأعرف مقدار الresorption اللي راح يصير بالadjacent teeth. أيضا هذا الشيء مهم. النقطة الثانية هي assessment of alveolar bone coverage height and volume. على مود أخلي الإمبلانت الزرعة لازم أني أعرف إيش قد عندي عظم، لازم أعرف إيش قد حجم العظم وإيش قد ارتفاع العظم. هاي نقطة إذا أريد أربطها مع الإمباكتد توث أيضا تكون مهمة، أقدر أعرف إيش قد عظم يغطي الإمباكتد توث، إيش قد ارتفاعه وإيش قد السمك مالته، وأختار على مود أسوي opening يوديني للimpacted tooth، أما أسحبه بالتقويم أو أقلعه أختار الطريق الأسهل، يعني الباث اللي هو راح يوصلني مباشرة للimpacted tooth. صراحة CBCT تمكننا من هذا الموضوع، وهذا يخلي العملية الجراحية مثلا اللي على مود نطلع بها الimpacted tooth أو نقلع بها الimpacted tooth تكون أقل تروما بالنسبة للمريض. ايضا يخدمني بحالات السيفير فيشل اسيمتري، اقدر اقيمها سبيشالي اسيمتري انفولفينج رول اند ياو. الرول اند ياو خضنا احنا محاضره بالتدريب الصيفي، وكان سبب انه ناخذ هاي المحاضره لانه المصطلحات اللي ذكرت بالمحاضره التدريب الصيفي هوايه مرت علينا بمحاضراتنا، منها هسه مذكور كلمه الرولينج اند الياو. احنا عندنا الماكزيلا والماندبل يتحرك بثري بلين اوف سبيس، الساجيتال اللي هو يمثل الانتيريو بوستيرير، هاي كمراجعة طلاب الانتيريو بوستيرير اللي من خلالها علاقة الماكزيلا مع الماندبل تصنع كلاس 1 و 2 و 3، والفيرتيكال علاقة الماكزيلا مع الماندبل فيرتيكالي، اما يكون نورمال او يكون عندنا اوبن بايت او يكون عندنا ديب بايت او يكون عندنا فيرتيكال جروث او هوريزونتال جروث، والترانس فيرس اللي هي تشمل الكروس بايت السيزر بايت والشيفتنج مات الماندبل. ذني ثلاث بلانات تتحرك بيهن الماكزيلا والماندبل، مضاف الها اكو ثلاث انحدارات ممكن تتحرك بيها الماكزيلا والماندبل. الرولينج رجعوا للمحاضرة، الرولينج هو البرم بمعنى انه الماكزيلا ممكن جهة الليفت تنزل اكثر من جهة الرايت. الياوينج هو الحركة اعتمادا على الفيرتيكال اكسس، يعني الميد لاين راح يتغير عند المريض، ممكن الميد لاين ما راح يكون بالمنتصف، مثلا توم كروز الممثل ما كان الميد لاين مات الاسنان متلائم مع وجهه، هذا عنده ياو ياوينج. الياوينج انه منحرف لوحدة من الجهات الميد لاين. والبيتش اللي هو جم سمايل يكون عند المريض، الماكزيلا اما ينزل للاسفل او يصعد للاعلى مثل حركة الطائرة تنزل او تصعد، اما جم سمايل او يكون عنده لو سمايل لاين. هذا الاسيمتري اللي يصير الفيشل اسيمتري خاصة بالرولينج او الياوينج كلش يكون واضح بالسي بي سي تي واقدر اقيمه. Syndromes, congenital deformities and squelae of facial trauma ذني أيضا أقدر أقيمهن باستخدام CBCT. Planning of some complex combined orthodontic and orthognathic surgery الحالات اللي هي تحتاج عملية جراحية وتحتاج تقويم أسنان، هاي التخطيط إلها لازم أكو بالموضوع CBCT على مودي تطلع النتيجة، يعني خلينا نقول نطلع بأفضل نتيجة للمريض. احنا مو قلنا السي بي سي تي كمية الراديشن تكون قليلة،
اقل من الكونفنشنال سي تي الاعتياديه. شوفوا هسه هنا انا حاط لكم السي بي سي تي، اذا كان سمول فوليوم هي من 10 الى 67، ما اعرف شنو وحده القياس مات الاشعاع، تقدرون انتم تبحثون عنها وتطلعوها. بينما السي تي هي 100 الى 3000، يعني مقارنه الراديشن السي بي سي تي اقل بكثير. هل السي بي سي تي قدمت لنا معلومات كافيه بحيث راح تغير وجه العمليات الاورثوغناثيك سيرجري؟ نعم، احنا قبل ما اكو سي بي سي تي كنا نستخدم، او كانوا الاطباء التقويم والجراحين يستخدمون طريقه قديمه، ممكن احنا نوهنا عليها بمحاضرات اللاترال سيفالو اذا ترجعوا لها، اللي هي موضوع البريدكشن. يعني انا عندي لاترال سيفالو لمريض اريد اسوي له عمليه، على سبيل المثال المريض عنده كلاس 3 فرضا، واريد اقدم له الماكزيلا واريد ارجع الماندبل. اني عندي بري تريتمنت لاترال سيفالو، وعندي بعد ما كملت تقويم اسنان وحضرت المريض الى العمليه الجراحيه راح اسوي بريدكشن. شنو البريدكشن؟ اقعد اسوي قصاصه ورق تشبه الماكزيلا وقصاصه ورق تشبه الماندبل، واقعد اقدم الماكزيلا وارجع الماندبل الى انه احصل بروفايل مثالي على شكل قصاصات مات ورق، ذكرناها بموضوع اللاترال سيفالو، ارجعوا لها. هسه بتطور السي بي سي تي بعد ماكو قصاصات ورق على 2 دايمنشنال ايمج هي اللاترال سيفالو ووراها الجراح راح يشتغل، لا، الموضوع تطور الى فشي جدا متقن. التطور صار بالسي بي سي تي بانه الصوره مات السي بي سي تي قاعد ندخلها على برنامج 3 دي ايمج، بحيث الكاستات اللي ناخذها للمريض، السكان اللي نسويها للكاستات، الماسح اللي نسويه للكاستات مع صور المريض مع السي بي سي تي الموجوده، ذني ينضربن بخلاط ويطببن ببرنامج سوفت وير. هذا برنامج السوفت وير راح يعطيني 3 دايمنشن ايمج اوف ذا فيس ان هاي ريزوليوشن، وهذا الشيء راح يخليك تقدر انت وقاعد بعد ما سويت تقويم للمريض او قبل ما تسوي تقويم للمريض تقعد انت تحرك الماكزيلا وترجع الماندبل وتوسع الماكزيلا وترتب العظام بحيث تاخذ البروفايل المثالي، ويعطيك القياسات يقول لك انت على مود تحصل بروفايل مثالي تحتاج تقدم الماكزيلا مثلا 5 مليم وترجع الماندبل 4 مليم. بهاي الطريقة الجراح هو يعني على يقين انه اذا قدم واخر حسب المطلوب راح تصير الحالة بيرفكت. وهذا صراحة هي ثورة بالاورثوغناثيك بلانينج اند سيرجري، فشي جدا متطور. قاعد نشوف النتائج مع اطباء الجراحة تكون عالية بسبب تطور موضوع السي بي سي تي. هسه راح ناخذ أهمية السي بي سي تي بمواضيع منفصلة. أول موضوع هو التوث مورفولوجي اند ريليتيف بوزيشن وذين ذا الفيولار بون. السي بي سي تي ضمن نوع معين من الصورة اللي هي هاي ريزوليوشن ايمج ذات انكلود ان ارش كوادرانت اور بوث ابر اند لور ارشز ار نيدد. اما يطلع بيها فقط الماكزيلا او يطلع بيها فقط الماندبل او الماكزيلا مع الماندبل مع بعضها البعض، شلون هاي الصورة الجوة هذا هسه ارش واحد يطلع، او ممكن شلون هاي الصور اذا تنتبهون اكو ماكزيلا واكو ماندبل. شنو فائدتها هاي بالنسبة ان شكو هذا بالاحمر هو يعتبر فائدة للسي بي سي تي ضمن موضوع التوث مورفولوجي اند بوزيشن within the alveolar bone. نيجي ناخذه. اولا evaluate buccal and lingual plate of the alveolar bone. Bone loss or formation, bone depth and height. يعني من ناحية العظم اولا اعرف اقيم buccal plate واقيم lingual plate of alveolar bone. شنو الفائدة من هذا الموضوع؟ احنا مو راح نحرك الاسنان بالتقويم، من المحتمل ان لما احرك السن احركه باتجاه الليبيال سيرفيس بحيث اخترق هذا العظم،
او الجذر مالتي ممكن يزرف هذا العظم ويعبر للجهة الثانية، فلازم اقيم الوضع. نفس الحالة لللينجوال سايد، ممكن اني اخترق، فعلى مود اعرف ايش قد عندي سمك متبقي ليبيالي او لينجوالي اثناء تحريك الاسنان، او ايش قد اني فقدت عظم. مثلا السن لما ادفعه ليبيالي ممكن اني يبدي اجزاء من السيرفايكال لاين تبدي تطلع من السن، فهذا بون لوس صار عندي. والبون لوس وايضا البون ديبث اند هايت يخدمني بموضوع الامبلانت ايضا، ايش قد اكو سمك العظم، ايش قد مقدار العظم، ايش قد اكو عظم مفقود احتاج ازود عظم على مود ازرع او لا. بعد presence or absence of unerupted teeth اقدر اعرف هل اكو اسنان ما ظاهرة ما صاير بها eruption، على الرغم انه الـ OPG هم تعطيني هذا الموضوع. tooth development تطور السن، السن النمو مالته قاعد يكون طبيعي او مو طبيعي، هذا الموضوع يخدمني جدا. tooth morphology and position شكل السن، اكو اسنان اشكالها غريبة، اكو جذور للاسنان اشكالها مو طبيعية، ايضا مواقع الاسنان تختلف، كوني ابو تقويم امرار هواي يجيني central lateral four canine اختلاف البوزيشن مات السن، اكو شي يصير عندي. amount of bone covering the tooth اذا بالامباكت التوث مثلا عندي الكناين اعرف ايش قد عظم راح يغطي، على مود ايش قد اقدر اشيل عظم واسحب هذا السن للخارج. ايضا بموضوع الامباكت التوث ممكن الجذر يطخ بالسن المجاور، اعرف ايش قد قاعد يطخ، هل طاخ بالجذر بحيث مارد السن المجاور الى بعد ما اقدر استفاد من عنده ولا اقدر اسوي له حشوة جذر. مثلا فرضا على سبيل المثال عندنا الامباكتد 8 ممكن يطخ بالسفن الى انه نضطر نقلع السفن، بعد السفن ما يفيد، الروتات مالته كلها منتهية. هذا الموضوع يقيم لي CBCT findings may lead to modification in treatment planning. ايضا المعلومات المكتسبة من الـ CBCT ممكن تغير لي خطة العلاج كاملة، ممكن أتجنب القلع، ممكن أغير السن اللي أريد أقلعه، ممكن أقيم الأسنان اللي بيها dilacerated root. واللي ما يعرف الـ dilaceration، dilaceration هو عندنا التوث مثلا هذا حاليا الكناين على سبيل المثال وهو هذا impacted، فالروت مالته راح يكون بعوجة بهاي الطريقة، شلون حذاء علاء الدين بالكارتون الحذاء مات علاء الدين بعقشة، هذا الروت أيضا يكون يلوف بهاي الطريقة، هذا التوث ممكن ما ممكن يطلع. فإذا كان الروت هيك ممكن هذا الامباكت التوث أقلعه، إذا كان هذا التوث ظاهر وبدلاسريشن ممكن القلع مالته يكون جدا صعب، وممكن حشوة الجذر تسبب انه ينكسر الريمر، فاحتاج تكنيك اضافية على مود احش الجذر مالت هيتش اسنان. من يعطيني معلومات عن هذا الموضوع؟ السي بي سي تعطيني معلومات جدا كافية عن هذا الموضوع، ايضا تعطيني معلومات وين اخلي البون بليت او الميني سكرو، ايضا تساعدني تقلل لي ريديوست التريتمنت ديوريشن اذا كان انا عندي خطة علاج ملائمة وصحيحة. ومعلومات خذتها من الـ CBCT هاي المعلومات راح تقلل لي وقت العلاج، ايضا اسيطر على الروت ريزوربشن، اذا هذا الكناين كان يطخ باللاترال وانا شفت انه قاعد يسبب ريزوربشن واكتشفت عن طريق الـ CBCT المفروض احركه بعيدا عن السن اللي قاعد يصير بيه ريزوربشن، عندي صورة ثلاثية الابعاد اعرف شلون احرك السن الامباكتد بحيث يكون بعيد عن السن اللي قاعد يسبب له ريزوربشن. ايضا مكان التاد السي بي سي تعطيني معلومات كافيه بحيث وين اخلي البرغي ماتي temporary anchorage device، افضل مكان اخلي بيه البرغي بعيدا عن الجذور مات الاسنان المجاوره. ايضا اهمية السي بي سي تي راح تظهر واضحة بموضوع التامبرو مانديبولر جوينت هيلث اند ديزيز، فاذا كان التي ام جي هيلثي ما بي اي مشكلة، فنلاحظ انه السي بي سي تي تعطيني هاي ريزوليوشن ايمج ذات انكلود وان جوينت ات سيبريت رايت اند ليفت،
هاي العبارة صراحة السي بي سي تي ضربت بيها اللاترال سيفالو والاو بي جي. تقول لي شلون؟ ضربت اللاترال سيفالو لانه ذكرت هنا انه ضمن السي بي سي تي راح تكون عندنا الجوينت الرايت منفصلة صورتها عن الجوينت الليفت، يعني اقدر اعطيك صورة للرايت واحد والليفت واحد، بينما اللاترال سيفالو ما كانت عندها هاي القدرة. اللاترال سيفالو مثل ما الاوربيتال كافيتي بين واحد، بينما هن اثنين. الانفيرير بوردر مات الماندبل هن اثنين وبين عندنا واحد. الاكسترنال اوديتوري ميتس الاذن بينت وحده وهن اصلهن اثنين. ايضا الكوندايل هن اثنين يبينن وحده، فما اقدر اسحب من عندهن معلومات هوايه. وضرب الاو بي جي لانه الاو بي جي مره ذكرنا بموضوع الاو بي جي انه الريزوليوشن مالتها مو كلش عاليه، بينما هنا هي تعطينا هاي ريزوليوشن ايمج. وين يخدمنا؟ يخدمنا لما اجي اقعد اقيم وضع التي ام جي بالهيلث، يعني اذا اشوف ان التي ام جي بي بروبلم او ما بي بروبلم، واذا كان اكو ديزيز او باثولوجي ضمن التي ام جي مثلا اوستيو ارثرايتس، اقدر اقيمه واعرف الوضع مالته واقدر اعرف حجم الديسك الموجود بالجوينت او الاضرار اللي صايره بالديسك اللي موجود ضمن التي ام جي عموما. بعد من الامور جدا مهمه هي استخدامات السي بي سي تي بموضوع الدنتو فيشال ديفورميتيز اند كرينيو فيشال انومالي. كمثال بسيط جدا موضوع الكليفت ليب اند باليت. هسه اضرب لك مثال بسيط. عندنا مريض عنده فتحه كليفت باليت ما بين الماوث والنوز، خلينا نفرض انه عندنا طفل. يا هو الاسهل لك انت تاخذ طبعه لهذا الطفل على مود تسوي له فد اكريليك بيز بليت، تغلق الفتحة اللي موجودة بين الماوث والنوز على مود يقدر يرضع طبيعيا، او بدون ما يطلع الحليب من خشمه، او لا اسوي له سكانينج وهذا السكانينج اقدر اسويه 3D واقعد اسوي الاكريليك شلون هسه حاليا يسوون الكراونات. يعني هو جهاز 3D يصمم لي البليته ويقعد يطبع لي اياها طباعه 3D، يا ايهما افضل؟ طبعا اللي بالطباعه يكون افضل، اكثر دقه، اقل ضرر للمريض وما عرضه لاي ازعاج ويقعد مضبوط. بموضوع ايضا السيرجري لما اريد اني اشتغل عمليه جراحيه وممكن عندي اكو جزء مفقود وهذا الجزء عظمي مثلا مفقود، شو مثلا هذا الجزء من الليبيال سيرفس مات الماكزيلا يكون مفقود واريد اطبع طباعه من ماده تكون ملائمه على مود لما اسوي العمليه اجي اقدر اثبت هذا الجزء المفقود بحيث يرجع الشكل طبيعي. من مكنني من هاي النقطه هو السي بي سي تي. اقرا لكم الموضوع كونه مهم جدا. سي بي سي تي ايمج افر ذا ابيليتي تو انالايز فيشال اسيمتري اند انتيريو بوستيريور فيرتيكال and the transverse discrepancies associated with complex craniofacial problem. بمعنى انه اي مشكلة هي craniofacial اقدر احللها من كل ال anterior posterior و vertical و transverse، من كل الابعاد اقدر احللها. The virtual treatment simulation using a 3D virtual or a printed surface model constructed from CBCT or CT image can be used for treatment planning in orthopedic correction and orthognathic surgery and for printing surgical splint. القطعة هاي اللي ثبتوها هي اسمها surgical splint after performing virtual simulated surgery. بمعنى انه اني اقدر اخذ بموضوع السي بي سي تي اقدر اخذ صورة ثلاثية الابعاد واسوي طبع ثلاثي الابعاد للمشكلة الموجودة، ومن خلالها اقدر اسوي برينتينج اطبع السيرجيكال سبلنت هذا الجزء المفقود واثبته للمريض بدون ما اضايق المريض وبدون ما انه اقعد ها والله هذا شوية اكبر من المطلوب شوية اصغر من المطلوب، لا راح يجي فيت ويسهل لي العملية ويسبب نجاح العملية مالتي.
الطريقة الثانية بالموضوع الـ 3 dimensional image هو الـ optical laser scanning and stereo photogrammetry. هذا الموضوع مثل ما موجود بالصورة هنا يكون خاص فقط بالسوفت تشو، ما أقدر أشوف بيه عظام، ما أقدر أشوف شنو تحت السوفت تشو، لا هذا سكانينج فقط للسوفت تشو. Other less invasive technique كطريقة أقل radiation بها إشعاع بها for generating 3 dimensional image of خل أحط جواها خط of a soft tissue اللي هي عبارة عن استخدام ليزر وأسوي سكان لوجه المريض أدخله ضمن برنامج راح يعطيني وجه المريض ثلاثي الأبعاد. These techniques are now being used to ذني مهمات لمن أستخدمها study facial growth of the patient soft tissue changes in normal population أيضا أقدر أدرس هذا الموضوع investigate أتحرى عن the effect of orthodontic and surgical treatment على وضع soft tissue عند المريض. محاضرة محاضرة اليوم إن شاء الله خلصت طلابنا الأعزاء، أتمنى لكم الموفقية ونشوفكم بالمحاضرة القادمة إن شاء الله.